السلام عليكم. تربوي يدير مدرسة أهلية ظن أن بإمكانه تجاهل سيطرة الحوثيين على صنعاء ومواصلة الحياة والعمل فيها، وما هي إلا أيام قليلة حتى كان واحدا من المختطفين. كان في سيارته برفقة زوجته التي خرج لإسعافها إلى المستشفى، أوقفته سيارات تابعة لميليشيا الحوثيين وحولت طريقه من المستشفى إلى السجن، وحولت هم زوجته من البحث عن العلاج إلى البحث عن وسيط لإخراج زوجها من السجن. قصة المختطف المحرر التربوي سمير الضبياني في الفيلم التالي، نتابع ثم نعود. أنا نجحت، سلسلة الحف كملته ورحت أفرح بابا، بعدين وصلت سجن هبرة، منعوني الحوثيين، قالوا ما خلوني يدخل. هذه الصورة طبعا، هذا السجن، صورت باب السجن. طبعا تم اعتقالي في يوم 22/2/2016 عندما كنت ذاهب أسعف زوجتي إلى المستشفى. وصلت إلى 22 مايو فإذا بسيارات من كل جانب، حاولت أن أبتعد عنهم من أجل أن يذهبوا، فإذا بها تضايقني جميع السيارات، أفاجأ بمسلحين كثر، فعرفت أنهم يريدون الاعتقال. أبلغت زوجتي محاولا أن أخفف عليها قليلا، قلت لها أشعر أن هؤلاء جو من أجل أن يعتقلوني، فلا تقلقي، لا تخافي، لا كذا. حاولت أن أهدئها، ما استطعت أن أتحرك من السيارات. نزل الذي كانوا فوق السيارات، نزلوا فحاصروا السيارة من كل جانب، فكوا الأوالي، كان يعني فكي للسريع ويده تختضل يعني. قلت له يا أخي لا تخاف ولا شيء، أنا سآتي معكم، ما عندي مشكلة نهائيا، فقط اسمحوا لي أودي زوجتي إلى المستشفى أو نوديها إلى البيت. رفضوا طبعا، قالوا لا يمكن، عندنا أوامر، ما فيش أي مكان، لابد ما تتحرك معنا الآن. وزوجتي كانت تصيح في حينها، ولم يتركوها أيضا أن تذهب، وأخذوا السيارة والزوجة وأخذوا بها إلى قسم السياغي، وأخذت إلى بيت علي محسن 10 أيام، كانت فترة التحقيق هناك. طبعا مربوط العينين، مكلبش اليدين وكذلك الرجلين حتى أثناء النوم. جلسوا تقريبا 3 أيام بلياليها بداية التحقيق، ما فيش نوم على الإطلاق، كان يأتي المحقق وينتهي من التحقيق ويقول لا تتركوه ينام. طبعا كانت أصعب أيام هي ال10 أيام الأولى أثناء التحقيق. ثم بعد ذلك، بعد ال10 أيام، أخذت إلى زنزانة انفرادية في سجن هبرة. جلست في تلك الزنزانة 2 شهر متكاملين. طبعا زنزانة مخيفة، 1.5 متر في 2 متر، مظلمة تماما، ما تشوف يدك على الإطلاق. أفاجأ المحقق يقول لي من أين اتصلت؟ أنت بلغت الأهل وأنت عرفتهم أنك موجود هنا؟ قلت لهم ما فيش معي تلفون هنا في زنزانة انفرادية، إذا كنت فعلا جات في المسألة فمعك مدير السجن ومعك مدير الزنزانة. بعد أن انتهى من الضرب والكذا تلك طوال الليل، يخبرني يقول لي هذا تلفون ابنك، جبناه لك ووجدناه مقتول في معسكر ناس. طبعا كان قلبي مطمئن تماما يعني، لكن أيضا باب التخويف يقول لك أنا ممكن بكرة أجيب لك الصورة حقه وهو مقتول يعني، وأنت في هذه الحالة ما فيش عندك أي أخبار عن الأهل تماما. هذا بالنسبة للأشياء التي تعرضت لها ك يعني تعذيب جسدي أو كذا. أيضا التهديد بالتصفية، لو ما تعمل كذا احنا هنصفيك مثل صالح البشري، هنصفيك نرميك في الشارع. أيضا تهديد بالشنق،
يحضر المشنقة وأنت تحس أنه يطلع فوق شيء وكذا ويهددك ويطلع بحيث أنه يريدك أن تعترف بأشياء. انتهى التحقيق وجلست شهرين متكاملين في الزنزانة، ثم خرجت إلى عنبر 9 بسجن هبرة. بعد شهرين داخل تلك الزنزانة الانفرادية المظلمة الموحشة، فخرجت إلى العنبر فيه تقريبا كان وقتها 24 وأنا كنت 25، يعني واحد بجوار واحد بصعوبة، لكن مقارنة بالزنزانة لا شيء. بالنسبة للأهل تصور يعني يكذبوا عليهم بشكل مخيف، هذا يقول لهم وجدناه في إب، وهذا يقول لهم جيبوا مبلغ وإحنا يعني نخرجها لكم من الزنزانة قد هو موجود في إب. ذهبوا إلى الأمن السياسي وأيضا كذبوا عليهم كذب مخيف. أحدهم يقول إن نزلنا للزنزانة فرفض يقابلكم، أظافره مقلعات، يعني حالته حالة ما يمكن تشوفوها الآن، لكن جيبوا مبلغ وإحنا ممكن نطلعها لفوق يعني. وبالفعل يعني للأسف بالنسبة للأهل محتارين، يعني يريدوا يعني بأي شكل من الأشكال إخراجي من المأساة الذي أنا فيها. جابوا لهم مبلغ بحيث فقط يطلعوني من الزنزانة الذي في الأمن السياسي. طبعا أنا ما دخلت هناك على الإطلاق، كانت المعاناة شديدة جدا داخل السجن. تخيل في يوم العيد يحرمونا شهر كامل، يأخذوا الملابس حق السجناء كامل ويأخذوا المبالغ المالية، وجلسنا شهر حتى الأكل من البيوت منعوها. فأيضا يضيقوا على السجناء، ما فيش زيارات من عنبر إلى عنبر، إذا وجدوا تليفون في عنبر حبس رئيس العنبر وكذلك الذي وجدوا عنده التليفون. فالتضييق كان يعني بشكل كبير بالنسبة للسجناء بشكل عام. أيضا في شبك للزيارة شبك كبير بحيث ما تقدر توصل إلى الأهل على الإطلاق إلا من خلف الشبك بمسافة لا بأس بها. فالحمد لله كانت الزيارة أيضا هي تخفف علينا شيء كثير، يعني عندما تشوف أهلك في الأسبوع مرة كانت تعطينا أيضا طاقة يعني. أيضا كانوا يفتحوا المجاري بشكل دوري كأنه عندهم حالة، يعني كل شهرين كل شهر الساجنين يعني يسدوا المجاري وتطفح على السجناء كامل. الأمراض مستعصية عند معظم المساجين، حالة الجرب أيضا في أحيان أمراض عافانا الله البواسير مثلا، مرض أحد الشباب بجوارك ما تقدر تعمل له أي شيء، يتألم أمامك ما تقدر ما تعمل إلا الدعاء وتحاول تخدمه بحيث أنه تخفف عليه فقط. أذكر مواقف كثير يعني أيضا موقف لأحد الإخوة الذي كان معي في الزنزانة الأخ فؤاد، يعني ذهب إلى التحقيق فتأخر يوم كامل. أنا طبعا ظنيت أنه ذهب مكان آخر ما يرجعوش عندي، فاجأ في اليوم الثاني يدخل وال يعني معالم القيود موجودة من أثر التعليق، وأيديه تقطر دم. تخيل يعني وبجوارك ما تقدر تعمل له أي شيء، زنزانة يعني انفرادية يتألم أمامك ولا تقدر تعمل له شيء. فهي طبعا مآسي كثيرة جدا ومؤثرة، نسأل الله عز وجل أن يفك أسر جميع إخوان المعتقلين وأن يعجل بالفرج العاجل والمخرج الآمن لهم جميعا بإذن الله عز وجل. أهدي ألحانا أنغاما، أهدي نسينا وخزاما، وأغني أزاجيلي شوقا، وأريد قصر وأريد وأريد قصيدي أنساما، دودي يا أجفاني دودي سيلي أنهارا بخدودي، فلا أنت رسولا من جودي نحو أبي المغواري سلاما.
أبي يا فخر الآباء، يا رمز نضال وعطاء، من فوق الآلام تسامى عبد الرحمن أخي الغالي، والبطل تسمى بجلالي، ومنيب زين الأشبال، وثناء تغني أنغاما، رغم السجان وقسوته، رغم الجلاد وسطوته، يسمخ بابا في عزته، لم يحن بغير الخالق هامة، إن منتظرون لبابا، فالفرج سيفتح أبوابه، سيعود إلينا والثابت، كي يسعدنا نحن وماما. هذا التربوي الذي اختطف من صنعاء وكان على سيارته المدنية برفقة زوجته خرج من السجن ولكن بتبادل أسرى، أفرج عنه الحوثيون مقابل أسير من مقاتليهم أسر في الجبهة، وكانوا يظنون أن أسيرهم قد مات، بل وأبلغوا أهله بأن ابنهم صار شهيدا، وهذا يعني أن الحوثيين يختطفون المدنيين بغرض استخدامهم كرهائن. وقد أشار إلى هذه الوقائع فريق الخبراء المعني باليمن التابع لمجلس الأمن في تقريره للعام الماضي 2017، وأكد أن الحوثيين يرتكبون هذه الجريمة من جرائم الحرب، فلا يجوز بموجب القانون الدولي الإنساني احتجاز المدنيين إلا إذا كانوا يشكلون تهديدا وشيكا على الأمن، ولا يكون احتجازهم إلا بقدر دفع التهديد الوشيك. مشاهدينا الكرام، وضع المعتقلين بشكل خاص وواقع الحقوق والحريات موضوع حديثنا مع الناشط الحقوقي محمد الأحمدي، سيكون معنا بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. أنا أشهدكم الله، اخرجوا عيالنا، اخرجوا أخواتنا، أنا أشهدكم الله بحق الأخوة، بحق الإسلام، خافوا من الله، إحنا كلنا يمنيين، أسألكم بالله أخرجوا عيالنا من السجون، خرجوا عيالنا من السجون. هذا أشعر مرض ابني قصته اللي يخرج اللي يخرج زوجها. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي الناشط الحقوقي محمد الأحمدي. مرحبا بك سيد محمد. مرحبا بك أستاذ عبد الله والمشاهدين. قبل أيام نشر تقرير فريق الخبراء المعني باليمن التابع لمجلس الأمن، كيف تعلق على تناوله لموضوع الحقوق والحريات تحديدا؟ في الحقيقة تقرير الفريق، فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة، فصل بشكل واسع مسائل متعلقة بحالة حقوق الإنسان في اليمن، سواء على صعيد الحقوق الأساسية، الحق في الحياة والحق في الحرية، أو على المستوى الوضع الإنساني في مختلف الجوانب الاقتصادية، وما يتعلق أيضا بممارسات الميليشيا الحوثية والانقلابيين فيما يتعلق بالسوق السوداء واحتكار الواردات وإعاقة وصول الإمدادات الإنسانية والإغاثية وغيرها من الانتهاكات والممارسات فيما يتعلق بجانب الحقوق الأساسية. أشار الفريق الخبراء إلى مسألة القصف العشوائي، سواء بالغارات التي تنفذها مقاتلات التحالف العربي، أو بالنسبة للقصف العشوائي لميليشيا الحوثيين في المناطق التي لا تزال تشهد مواجهات، بالإضافة أيضا إلى الألغام، بما في ذلك الألغام التي تزرعها الميليشيا في المناطق الآهلة بالسكان، أو الألغام البحرية التي تهدد سلامة وأمن الملاحة البحرية. نعم. التقرير أيضا أشار إلى مسألة الانتهاكات المتعلقة بالحق في الحياة،
سواء أو الحق في الحرية، سواء الاعتقالات التعسفية أو الإخفاء القسري والتعذيب من قبل الجهات التابعة للحكومة اليمنية أو التشكيلات الأمنية، التي أشار التقرير نفسه إلى أنها لم تعد خاضعة لسلطة وزارة الداخلية، أو جرائم الانتهاكات من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب على أيدي ميليشيات الحوثيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم. نعم هناك تفاصيل عديدة أشار إليها التقرير، بما في ذلك أيضا التلميح إلى مسؤولين بالضبط، هذا ما كنت سأسأل، هذا ما كنت سأسأل عنه سيد محمد، وهو 11 مسؤولا عن عمليات الانتهاكات لحقوق الإنسان التي يعني نفذوها، وذكرهم التقرير بالاسم. برأيك كيف يمكن مقاضاة هؤلاء المسؤولين عن هذه الانتهاكات؟ في الحقيقة التقرير الأممي أشار إلى 11 مسؤولا محسوبين على الحكومة الشرعية، ولكن في معظم هذه الأسماء هم تابعين لقوات الحزام الأمني التي تخضع فعليا للإمارات كما أشار التقرير نفسه، أو وليست خاضعة لسلطة وزارة الداخلية اليمنية. لكن من الأهمية بمكان إشارة التقرير إلى هذه الأسماء، وهو أشار بالمناسبة أيضا إلى اسم أحد المسؤولين في جماعة الحوثيين لتورطه في جرائم الاعتقالات التعسفية والتعذيب، وأشار أيضا إلى مسؤولي جهازي الأمن السياسي والأمن القومي الخاضعين لسلطة الميليشيا، وإلى أيضا مسؤولين آخرين يعني يخضعون لأوامر الميليشيا الحوثية. والإشارة إلى هؤلاء الأشخاص بالاسم يعتبر وصمة في لهؤلاء الأشخاص، ويتيح لأقارب الضحايا وللمنظمات الحقوقية ملاحقتهم ومحاسبتهم حتى أمام القضاء الدولي. نعم. الإشارة إلى الأسماء دائما في الحديث عن الانتهاكات لحقوق الإنسان مهم، ليبقى هؤلاء الأشخاص وهؤلاء المسؤولون أمام عن الانتهاكات حقوق الإنسان أمام الأضواء، ويكونوا في حالة من الخوف من أي ملاحقة أو محاسبة. وبالتالي الإشارة دائما إلى أسماء أشخاص أو مسؤولين عن انتهاكات هو خطوة مهمة وجزء من قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان. نعم، هو كشف لهذه الشخصيات المنتهكة. لكن سيد محمد، كيف يمكننا أن نعتمد هذا التقرير؟ هل لديه من الحجية القانونية ما يكفي للاستناد عليه لرفع دعاوي قضائية؟ في الحقيقة هذا التقرير هو وثيقة أممية مهمة، لأنه جاء بتكليف من مجلس الأمن وبموجب قرارات لمجلس الأمن، وبالتالي كل ما ورد في التقرير هو على قدر كبير من الأهمية ويمثل مستند أو قرينة في أي جانب من جوانب التي يمكن الاستدلال بها بالاعتماد على ما ورد في التقرير. ولكن كان من الأهمية بمكان أن يشير التقرير في سياق التوصيات النهائية، والتي بدت قاصرة في الحقيقة إلى حد كبير فيما يتعلق بجوانب حقوق الإنسان، لأنها لم تشير بوضوح هذه التوصيات إلى ضرورة محاسبة الأشخاص الذين ورد أسماؤهم في سياق التقرير والمتهمين بالتورط في جرائم انتهاكات لحقوق الإنسان. نعم، لكن أعتقد في النهاية هو تقرير في هذا التقرير سيد محمد، في النهاية هو تقرير توثيقي، يعني ليس من 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 اختصاصه إطلاق الأحكام أو التوصيات بهذه الإجراءات. ولكن في التقرير ختم بتوصيات مهمة، ولكن هذه التوصيات خلت من أي إشارة إلى ضرورة محاسبة المتورطين في جرائم انتهاكات حقوق الإنسان. والوثيقة بشكل عام لها حجية فيما يتعلق بالحالة اليمنية، ويمكن أن تكون النصوص الواردة فيه يعني قرائن في أي إجراءات شكاوى تجاه المنتهكين لحقوق الإنسان. يعني يمكن مثلا تقديم شكاوى فردية إلى الآليات التابعة للأمم المتحدة بخصوص بعض حالات الانتهاكات التي يتم توثيقها، ويمكن الاستناد إلى نصوص
هذا التقرير في سياق الشكاوى الفردية، كما يمكن أيضا أن يضمن بعض النصوص في الواردة في التقرير في سياق التقارير الموازية لحقوق الإنسان التي تقدم إلى الهيئات التعاقدية في الأمم المتحدة، نعم. سواء مجلس حقوق الإنسان أثناء الاستعراض الدوري الشامل أو في أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أو لجنة مناهضة التعذيب أو غيرها من السؤال الهيئات. السؤال سيد محمد هو كيف يحق لليمن سيد محمد السؤال هو كيف يصل هؤلاء الأفراد إلى مثل هذه المؤسسات الدولية المعنية باستقبال شكاويهم ودعاويهم، يعني وهم في النهاية بالكاد استطاعوا الخروج من السجون؟ إذن في هذه الحالة أستاذ عبد الله تقع المسؤولية على عاتق المنظمات الحقوقية العاملة في اليمن، نعم. أمام أيضا أهالي الضحايا هناك فرصة للتقدم بشكاوى إلى يعني اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان. هناك العديد من الإجراءات ووسائل التواصل التي يمكن للضحايا أن توصل أصواتها من خلال المنظمات المجتمع المدني وغيرها من الآليات إلى الأمم المتحدة لاستخدام أدوات القانون الدولي في ملاحقة المتورطين، نعم. في جرائم انتهاكات حقوق الإنسان. نحن الآن في العام الثالث من الحرب ومن هذه الانتهاكات، وإلى حد اليوم كل ما تم في أحسن الحالات هو توثيق بعض هذه الانتهاكات الفردية التي تعرض لها المواطنون، لكن لم يرفع حتى الآن ترفع أي دعوى قضائية على أي من المنتهكين والذين بدأوا بالظهور في تقارير دولية. على أي حال شاهدنا اليوم قصة مختطف محرر هو سمير الضبياني، وهو مدني خطفته الميليشيا لمدة عامين ثم بدلته بأسير عسكري تابع لها. هل لك أن تلخص لنا جملة الانتهاكات الواقعة في هذه القضية على هذا المختطف من وجهة نظر حقوقية الصرفة؟ أولا اسمح لي أستاذ عبد الله فقط أن ألمح إلى مسألة مهمة فيما يتعلق بالتوثيق خلال هذه المرحلة، وأنه ليس المدة الزمنية وإن كان 3 سنوات، لكن اليمن في حالة حرب، والاهتمام بالتوثيق في هذه المرحلة أو هو خطوة مهمة جدا في الوصول إلى محاسبة هؤلاء المتورطين في الانتهاكات، وبالتالي لا نستكثر مرور الزمن، لكن في كل الأحوال التوثيق هو الخطوة الأولى المهمة أولا لحفظ الذاكرة ولحفظ حق الضحايا في توثيق حالاتهم والانتهاكات التي تورطوا بها، لكن حتما سيأتي الوقت المتاح ليحاسب هؤلاء الأشخاص وتتحقق العدالة. ما يتعلق بالحالة المشار إليها عندما اختطف الحوثيون أحد الضحايا، هذه واحدة من حالات كثيرة في الحقيقة، هو سلوك ممنهج لميليشيا الحوثيين في الاختطافات، نعم. عندما يقومون باختطاف الشخص وهم طبعا سلطة غير قانونية وغير معترف بها لكنها سلطة أمر واقع، ويمارسون عمليات الاختطاف من الشوارع وفي نقاط التفتيش ومن البيوت، ثم يقتادون الضحية إلى مراكز احتجاز غير معروفة في الغالب وأحيانا معروفة، ولكن لا يسمح له بالتواصل مع أسرته، وبالتالي كل هذه السلسلة من الإجراءات هي جرائم انتهاكات، بدءا من الاختطاف وتقييد الحرية ثم الذهاب به واقتياده إلى مكان مجهول لا يسمح له بالاتصال بالعالم الخارجي أو بأسرته، وبعد ذلك يتم إساءة معاملته أو تعرضه للتعذيب، وهذه حالات كثيرة تم توثيقها وأشار إليها حتى التقرير الأممي الذي أشير إليه قبل قليل، نعم. ثم يأتي بعد ذلك في مراحل لاحقة تحاول ميليشيا الحوثيين الاستفادة من هذا الضحية بابتزاز أسرته بالأموال والحصول على فوائد مالية مقابل وعود كاذبة بإطلاق صراحة، لكن فقط جزء من السياسة الممنهجة للميليشيا للاستثمار في معاناة الضحايا الذين تنتهك حقوقهم وتبتز أسرهم. ثم المرحلة اللاحقة وهي مبادلة ضحية اختطاف مدني بمقاتل من مقاتلي ميليشيا الحوثيين، وهذه جريمة أخرى. الميليشيا الحوثية كنا نقول ولا نزال من وقت مبكر أنها تستخدم المجتمع اليمني برمته رهينة، نعم. وتقايض على بقائها مقابل حياة اليمنيين وحقوقهم وحرياتهم، فهي جماعة منفلتة أخلاقيا وقانونيا وسياسيا بهذه التصرفات وهذا السلوك الهمجي والوحشي. نعم،
إذن أصبح الأمر سلوكاً ممنهجاً يمارس على نطاق واسع، وأحد أبواب الفساد والاتجار بالبشر إذا صح التعبير. كيف تقيم أنت النشاط المتعلق برصد هذه الانتهاكات وبقية الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين في اليمن؟ في الحقيقة أستاذ عبد الله، هناك جهود جيدة فيما يتعلق بالتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان. اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان تقوم بجهد جيد، ومنظمات حقوقية أخرى تقوم بجهد جيد. هناك عجز كبير في الحقيقة في أداء وزارة حقوق الإنسان اليمنية، خاصة فيما يتعلق بإيصال الملفات والتقارير الحقوقية إلى المجتمع الدولي، وهناك قصور أيضا حتى في أداء الخارجية والدبلوماسية اليمنية. يفترض أن يكون لها دور في هذا السياق في كشف جرائم الميليشيا وإيصال أصوات الضحايا إلى الخارج. لا ننسى أيضا أستاذ عبد الله أنه في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثيين هناك قمع وحشي للميليشيا اتبعته منذ اللحظة الأولى، وعملت على عسكرة الواقع هناك، وبالتالي لا يوجد أي نشاط حقوقي مستقل ومحايد إلا بصعوبة بالغة، وبالتالي لا يزال هناك كثير من جرائم الانتهاكات التي تقع ولا يبلغ عنها بسبب خوف الضحايا أو عدم قدرة المنظمات الحقوقية على الوصول إلى أصوات الضحايا وتوثيقها. نعم، هل من رسالة أخيرة يمكن توجيهها في هذه المساحة للسلطة الشرعية أو اللجان التابعة للجان الادعاء للجان التحقيق في الادعاءات وغيرها؟ أولا على الحكومة الشرعية أن تنتهز الفرصة فيما يتعلق بالتقرير الأممي الذي أشار إلى كثير من القضايا، وتحاول أن تستفيد من تعزيز سلطاتها في المناطق المحررة وبسط سيادة القانون وإنهاء أي اختلالات تتعلق بوجود مكونات أو تشكيلات عسكرية خارجة عن سلطة الحكومة الشرعية، لأن وجود هذه التشكيلات تجعلها بمنأى عن المحاسبة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. أيضا على الحكومة الشرعية أن تفعل جهاز الدبلوماسية فيما يتعلق بإيصال أصوات الضحايا والتقارير الحقوقية إلى المجتمع الدولي والرأي العام الدولي وإلى الفاعلين الدوليين. أمام اليمنيين أيضا مشوار طويل في التوثيق للانتهاكات والاستماع لصوت الضحايا، وستأتي مرحلة لاحقة بالتأكيد لمحاسبة المتورطين في جرائم انتهاكات حقوق الإنسان. هذه المرة الأولى التي يشار فيها في وثيقة دولية إلى اختلالات خطيرة من جانب التحالف العربي الذي جاء إلى اليمن لاستعادة الشرعية، على الحكومة اليمنية أن تستفيد من هذه النصوص في الضغط على التحالف العربي لاستعادة مساره الصحيح في العمل داخل اليمن، والابتعاد عن أي حسابات مرتبكة أو أي ممارسات من شأنها انتهاك حقوق الإنسان أو التعدي على سيادة الجمهورية اليمنية. نعم، الناشط الحقوقي محمد الأحمدي، كنت معي من اسطنبول، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. التربوي المختطف المحرر سمير الضبياني، تم الرصد، في أمان الله. We'll be right back.